قال طيب بوصيك بثلاث اشياء. قلت سم. طبعا الاثنين الاولى كل يعرفها بس الثالثه صدمتني وغيرت حياتي وصب علي الرزق صبا. لا اله الا الله. وربي بارك في حياتي وتغيرت الدنيا في يعني حتى من كثر الرزق اصبحت لا اراه. لا اله الا الله. ازهد فيه. قال لي بر الوالدين اوصيك فيه. الصلاه اوصيك فيها. الثالثه اللي بتصلح بعدها امور دنياك. قلت سم. قال ذنوب الخلوات. الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرانا.